حديث البلد مع جاد حبيب وميرنا شاكر. شاكر اهلا وسهلا فيكم. معقول كلهم انجلز حواليك اليوم؟ يعني الليله ليله شو بيقولوا بالمصري؟ ليلتك بيضة من حديث البلد. دكتور جاد حبيب، انت اخصائي بالطب العائلي واستاذ محاضر بكليه الطب باليو اس جي، وبتحمل دبلوم بالعزف على البيانو من الكونسرفاتوار. ميرنا شاكر، انت مغنيه معروفه بادائك الراقي وتوجهك للعمل الخيري، وانتم معنا الليله لنحكي عن الحفل العاشر لجمعيه هارت بيت بالبيال. صح. دكتور جاد حبيب، بتأكدوا كأطباء أنه نسبة شفاء الأطفال المصابين بتشوهات خلقية بالقلب توصل لحد 100%، يعني نسبة عالية جدا، بينما في حال عدم توفر العلاج بواجه الطفل خطورة الوفاة. هي هيدي هي المعضلة، أنه بيخلق الطفل مع تشوهات بالقلب خلقية. نعم، نسمع عن ثقب أوقات. صح. نعم. بس هولي أمراض بركة، مرض نادر بالطب، انه اذا تعالج تقريبا شفائه 100%، واذا ما تعالج الموت منه بيقرب من 100%. يعني معضله صعبه شوي، يعني ما في حل وسط، يعني ما في كثير حل وسط فيها هيدي. تقعتي نسبه. نعم. واحد من كل 100 ولاده. نعم. تحصل نيسانس فيفانت عنده مشكله بالقلب. هيدا نسبه مش قليله. أكيد. يعني تقريبا عندنا حوالي 600 طفل بالنهار. أكيد. بالسنه. اكيد إذا ما تعالجوا هال 600 طفل، إيه عنا احتمال وفاة بنسبة كتير قوية. نعم. مش كلهم بيعوزوا عمليات، ولكن مثلا إذا عازوا عملية فيها توصل لحد ال 10,000 دولار أو أكثر. وزارة الصحة العامة بتأمن قسم منها. بس القسم بركي 40%، ولكن ال 60 ما حدا عم بيأمن. في عندك ناس كثير ما عندهم 6,000 دولار. وشغلة كثير مهمة لازم نقول، وهيدي إلها أسبابها، إنه نعم. الأشخاص المصابين هيك بيكونوا كونديسيون سوسيو ايكونوميك، يعني ماديا بيكونوا بعوز، او اجتماعيا. نعم. جيزات من بعضهم بمناطق نائيه. ما في متابعه قبل الولاده الى اخره. هيك بيصير، يعني هيك بتصير. هول اطفال وعيال عايزين. ميرنا شاكر، سجلت مؤخرا البومك الجديد بارمينيا مع الاوركسترا الفيلهارمونيه ومع هارت بيت، ورح تغنوا انت وزملائك انطوني توما، منال ملاط، وكريستيان ابو عني وغيرهم، مع عازفين هن بالاصل اطباء ومحامين. رح نحكي اكثر بالتفصيل عن هالايفنت او هالايفنتس، لانه هن ثلاثه بالنهايه، بس قبل خلينا نشوف مقتطفات من ايفنت السنه الماضيه. بلاير باسم. Heartbeat, 10 years treating children with heart disease. Heartbeat celebrates its 10th anniversary in a dream concert, The Best of Heartbeat. The greatest moments of 10 years of concerts, all together in one magical show. More than 50 singers, dancers and musicians live on stage, Saturday 23 and Sunday 24 of May at BL. Tickets on sale at Virgin Megastore. Heartbeat, The Best of. يعني من أجواء السنة الماضية بنقدر نعرف قديش الأجواء السنة رح تكون حماسية. عرفنا أنه رح يمتد على 3 ليالي الإيفنت السنة. صح. شو رح يتخللون؟ رح يكون أول شيء 22nd, 23rd, 24th. نعم. يعني بكرة. نعم. نبلش الكونسرت. صح. 22, 23, صح. 24. صح. جمعة، سبت، أحد. أول ليلة هي الدينر. نعم. والليلتين الباقيين هن الكونسرت. هلا السنه اللي راح يتضمنوا الهارت بيت هو اكيد ذا بيست اوف 10 ييرز. كل شيء مرق بهال 10 ييرز. اه واو. راح يكون ذا بيست اوف ات. يعني بيست اوف 10 ييرز اوف هارت بيت. exactly. هذا اصلا هيك عنوانه. exactly. الايفنت. عرفنا انك راح تغني مقطع من فانتوم اوف ذا اوبرا. يس اكشلي راح تكون مثل 3 سونجز هن. بس the first two شوي abbreviated. نعم. والثالثه هي يلي بنعرفها كلنا، يعني الغنيه. نعم. فانتوم. فانتوم اوف ذا اوبرا. نحن بنعرفها بس حابين نتذكرها هلا. هلا صعبه. ليه؟ هي اي كيب ات. ايه فيني اتذكر شيء ثاني، بس هي اي كيب ات فور ذا كونسرت. فور ذا ايفنت. يس. طيب الليله شو بدك تسمعينا بحديث البلد؟ If it takes forever.
summers. I will wait for you till you're here beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh here in my arms. الحفلات بتبلش بعشاء ابتداء من بكره 22 الجمعة 22 والحفلتين الغنائيتين ب 23 و 24 ايار. هدول مواعيد كونسرت جمعية هارت بيت. البطاقات متوفرة بالفيرجن ميجا ستورز وكمان بمكتب الجمعية بمستشفى اوتيل جو. يعطيكم الف عافية وعقبال كل سنة ان شاء الله.